فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: أحيانا يكون الإنسان لوحده في الصحراء ويسمع أصواتا فيظن أنها من الجن، فهل له أن يطلب المساعدة من هذا الذي قد سمع صوته من الجن ويستغيث به إن كان محتاجا لذلك؟ لا، الغائب ما يطلب منه شيء، هو يبي يشوف، أحيانا يشوف عضوة قدامه، يشوف غيلان تتغول، النيران قدامه، ولا راح لما ما لقى شيء. هذول جن، عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ويتجنبهم ولا يستعين بهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.